طب خلينا نرجع لشخصيه العام. مين شخصيه العام اللي انت بتختار السنه دي؟ ممكن منافسه؟ ممكن منافسه. ممكن انا ديال الرئيس السابق حسني مبارك في حاجه هو عملها من سنتين بس وضحت النهارده. وفريق السيسي وممكن اوضح حالها. انت عندك جرأه شجاعه. ده رايي، ده راي الشخص، ده حاجه انا بشوفها. بقول بقى، اولا الرئيس حسني مبارك لو كانت ثوره 25 اتعملت كان له مؤيدين مصطفى محمود وكان له ثوره في التحرير. مظبوط صحيح. ثوره 30 كان مرسي لتحرير، الرئيس مرسي لتحرير وله في الرابعه مش كده؟ نعم. الرئيس مبارك جاب الصندوق. الرئيس مرسي جاب الصندوق. اتقال ان في تزوير واتقال هنا ان في تزوير، نفس السيناريو. بس لما جت اللحظه اللي انا او مصر اختار مصر، فالرئيس اتنحى ومشى وما ارقش دم اللي احنا شايفينه، البلاوي اللي بتحصل دلوقتي. الانقسامات والدم والكلام ده. فده موقف زي ما احنا هاجمناه وزي ما احنا كله. كل رئيس له اخطاء وله فساد وما فيش مشكله، وفي اخطاء، في اخطاء توريث وكلنا كنا ضده. بس بقى في وقت لازم، عشان ما بنحب احنا في مصر بنحب قوي وما بنكره بس في بقى موقف زي ده لازم ندي الراجل حقه. ما بانش الا بعدها بسنتين ان الراجل ده كان دم هيسيح هيسيل، كان مصر هتتفرق زي ما بيحصل دلوقتي. الراجل ده قال لا البلد الاول. فانا طبعا بقلع له القبعه وبقول له ان ده النهارده بان قيمته بانت. انا زي ما قلت لحضرتك بحب اركب المترو بروح كده، انا بيتحرق دمي كل مره ان انا برضو حته مصر قاعدين نفكر فيها. اما بروح محطه الرمسيس اللي هي الشهداء، كانت قبل كده قبل ما كنت باجي انا ومراتي كنت ناخد المترو. كانت محطه مبارك. اللي هو الاسم ده بقى خلاص، خلصنا من مبارك وغيرنا اسم المحطه. زي زمان رجعنا زمان من ايام الملك فاروق في الافلام والصور تشطب عليه. قال هي كده لا، ما تخلي التاريخ، خلي كل حاجه زي ما هي. الناس اللي تقيم ايه ايجابياتك ايه سلبياتك، ما خلينا كده. فالراجل ده من حقه دلوقتي نقول له عشان ما يبقاش ظالمين. احترم شجاعتك ووجهه نظرك. طيب فنعم. الشخصيه الثانيه فريق السيسي طبعا. مش هو اللي كان هو قائد ولا ازاي يدير الازمه. ازاي حتى من اول مره، اول ما جه في المؤتمر بتاعه كنتوا ليه ما حطوش صوره مبارك لما اختار مبارك واختار السيسي؟ ما عندكوش صوره مبارك، انتوا كمان شلتوها مسحتوها من التاريخ. ماشي اتفضل. هو بيدير الازمه رغم انه راجل عسكري بس عنده ذكاء سياسي. الراجل جايب الشيخ الازهر، البابا، برادعي، الناس اللي كلهم مع بعض وبيقول البيان وكل واحد بيقول كلمته، والشباب كلهم مع بعض. جاب الشباب طبعا تمام. فالراجل حتى ما عندوش الحس بس الوطني اللي هو ده، لا ده عنده ذكاء كمان، وان ذكاء ازاي دي وازاي عالم العالم ان ده مش انقلاب زي الناس تقول. فالاثنين دولت طبعا انا بالنسبه لي هم دولت احترم اختيارك. وفي حاجه كمان اللي هي ان الاثنين جايين من مؤسسه عسكريه. مؤسسه عسكريه اللي هم انت عايز رئيس مصر القادم يبقى عسكري ولا خلاص بقى يبقى انا ما تفرقش معايا. انا خلينا نبص لقدام برضو